يقول: جاء في حديث الافتراق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة، فهل يدخل في ذلك الكفار والوثنيون؟ لا، كلها في النار، تختلف منها من هو في النار لردته وانحرافه، ومنهم من هو في النار لمعصيته وليس لكفره، ومنهم من هو في النار لبدعته، يختلفون في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم يقول: وهل هذه 73 فرقة محصورة أم أنها أكثر؟ لا، الفرق أكثر، لكن هذه أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدد يقولون لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. نعم.